كان نفسي ارجع على طياره خاصه مليانه شنط وهدوم وعندي مليون ولا اتنين في البنك، لكن دلوقتي انا راجع وفوق دماغي الفشل. مش عيب ان الانسان ما يقدرش يحقق كل احلامه؟ تفتكري الشريف اخويا هيكون في استقبالي؟ انا بعتت تلغراف لبابا وهو اكيد هيبلغه. انا مش عارف هقابل شريف اخويا بانهي وش قطعا. اول ما هيشوفني هيقنبني ويقول لي ياما نصحتك انك ما تهاجرش، لكن انت اهوج. انا مش فاهمه انت بتخاف منه كده ليه. هو حاطط في دماغه انه هو اكبر مني، مع العلم الفرق بينه وبينه نص ساعه بس. الضم انا هشرح الموضوع لبابا وهو اكيد هيقنع. ما تنساش ان بابايا رئيس مجلس اداره الشركه اللي اخوك بيشتغل. اتفضل. سحر بابا. وحشتني يا بابا. ازيك يا سحر؟ انت ازاي؟ وحشيني جدا. هقدم لك الاستاذ حسين. لو فيري جلاد تو سي يو ريلي. معروف ده شبهه جدا. اهلا يا استاذ حسين. اهلا بيك. امال فين شريف؟ ما جاش ليه؟ تلاقيه زعلان مني. اصله كان دايما بيسال عن اخباري وانا ما كنتش برد عليه. هقول له انا ايه بس؟ عملت ايه في لندن يا سحر؟ تحقيق صحفي عظيم جدا يا بابا عن الطلبة الذين يغسلون الاطباق. وبصراحة بقى يا بابا لولا حسين ساعدني ما كنتش قدرت اخلص التحقيق بالسرعة دي. يا ترى شريف اخويا اتجوز ولا لا؟ انت بقالك كتير غايب عن مصر. اربع سنين يا فندم. ولو ما كانش سحر اقنعتني ان انا ارجع كان زماني ضايع في لندن. ما تحط البتاع ده. بتاع ايه يا فندم؟ اللي في ايدك ده. احطه فين؟ في اي مكان، المهم انك تخفيه. لو كان مضايق حضرتك خده. هات. ها؟ طب خد ده كمان عشان ما بقاش له لازمه. ها؟ لا مؤاخذه يا حسين، اصل بابا موسوس شويه. دول شويه كتير. تو ماتش. انت هتتغدى معانا. متشكر يا فندم. انا رايح اواجه العواصف. أكيد أخويا شريف مجهز لك كام كلمة يسموا بدني. أنت لازم تتغدى معانا. وإيه لازمة لازم دي؟ خلاص بقى يا حسين ما دام بابا مسمى. أفضالي على لندن لا يمكن الإنجليز ينكروها. حقيقة يا فندم أنا أربع سنين في لندن لميت زبالتها، كنست شوارعها، غسلت أطباق. أنا بعت براي. أنا نمت في الهايت بار. نمت في الهات بارت ونمت عند الرصافه كمان. بصراحه يا بابا الاستاذ حسين مشهور جدا في لندن. بمجرد ما نزلت المطار سالت واحد كان ناس فين الاستاذ حسين وداني على اللوكاندا اللي بيشتغل فيها على طول. ايوه انا 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 شلت الشنط بتاعت الانسه سحر فوق دماغي من فوق، خاصه لما عرفت انها بنت حضرتك وان الشيف اخويا بعتها عشان اراعيها كمان. وحضرتك كنت بتشتغل شيال في لندن؟ يس اوف كورس يس. بس انا كنت شيال لورد، يعني لورد يعني كنت محترم حقيقي. اخبار اخويا شريف ايه؟ قطعا ماسك منصب كبير في الشركه بتاعت حضرتك. تعرف سيادتك شريف اخويا طول عمره كان منضبط وبيقدس العمل. يا ترى ما هي وصلت قد ايه دلوقتي؟ حضرتك ما بتاكلش ايه؟ انا شبعت. طيب اتفضل معايا لاوضه المكتب. سحر ما تخليش حد يزعجنا. حاضر. اكسكيوز مي. اختلس ايه؟ نص مليون جنيه. نص مليون جنيه. حضرتك اول مرة. حسين حضرتك قلت هو اختلس كام؟ نص مليون جنيه. حسين. 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 النضارة. النضارة. النضارة اهي. النضارة. حضرتك متأكد؟ ما الجورنال قدامك اهو. مش ممكن، لازم فيه مؤامرة.
قطعا هو مظلوم. اخويا شريف عودته في حياته الشرف والامانه. عشان كده وثقت فيه وسلمت عودة المخزن. لكن حضرته شغل المخزن لحسابه. وبدل ما يحط الفلوس في البنك حطها في جيبه. ولما اكتشفت ان تلاعب وعدته انه يحفظ التحقيق مقابل انه يعترف. لكنه صمم انه ما اختلس. كان لازم يصدقه. وكذب الفواتير والايصالات وتقارير لجان الجد. مش جايز يكون مظلوم؟ مش جايز دي مؤامره حد مدبرها له؟ هو قال الكلام ده في التحقيق لكن النيابه ما صدقتوش لان كل الادله كانت ضده. والفلوس دي وقتها فين؟ محدش يعرف، انما هو دبر خطته والظاهر خباها في مكان امين لغايه ما يخرج من السجن. حضرتك قلت لي هو اختلس كام؟ نص مليون جنيه. امسك نص مليون جنيه؟ ايوه. حسين اشوفك ببدلة السجن. معقول شريف اخويا رمز الامانة والاستقامة يتحبس بتهمة الاختلاس؟ شريف شريف انت صحيح اختلست؟ مؤكد دي مؤامرة اتعملت ضدك؟ ها؟ قول الحقيقة يا شريف، ريحني ارجوك. انت جيت امتى؟ امبارح. ومن ساعة ما عرفت بالمصيبة دي وانا مخي هيطير. شريف هو صحيح نص مليون جنيه مبلغ كبير، لكن مش ممكن مبلغ زيادة يخليك تغير افكارك. انت ساكن فين؟ في الكندا. انت وديت المبلغ ده فين؟ وايه اللي يخليك تسكن في الكندا؟ انت ناسي ان ليك بيت في مصر؟ بيت العيلة؟ هو لسه موجود. تروح تقرا الفاتحة على ابوك وامك وتفحى جنب راسهم هتلاقي مفتاح الشقة. هو انت دافن المفتاح مع المراحيم؟ الشقة دي أمانة في رقبتك، حافظ عليها واحرسها، اوعى تفرط فيها يا حسين. الزيارة انتهت. أنا هبقى أجي لك تاني يا شريف، مش عايز أي حاجة غير العيش والحلاوة اللي هما بيجيبوها في السجن. خد بالك من نفسك يا حسين، واوعى تثق في حد.